أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومتابعي قناة الموريتانية في هذه الحلقة من برنامج صحتك. موضوع هذه الحلقة هو أهمية صحة الجلد والبشرة، ولمناقشة هذا الموضوع معنا الدكتورة سالمة منتحية، أخصائية الأمراض الجلدية والجنسية، التجميل الطبي والليزر. مرحبا بك يا دكتورة. مرحبا بكم. مرحبا وسهلا. في البداية دكتورة، شنو هي مخاطر استخدام مواد التبييض؟ مواد التبييض احنا اطباء الجلد ابدا الدهر نتكلموا عنهم، دائما نتكلموا عنهم وحلقات عليهم ياسرين ولا ملوا منهم، به اللي هما اكثر المشاكل الجابرين في الامراض الجلديه جابرينها لا من المواد المبيضه. اكثر كونسلتاسيون اللي تجينا واكثر الاستشارات واكثر المضار وظهر سببها الامراض التبييض. مواد التبييض، مواد التبييض بعد قاع تنقسم الى ياسر من الانواع. فما النوع اللي اكثر شيوع هو اللي قالوا لي كورتكويد. الكورتكويد موجودين في ليتيب، فهم ياسر من ليتيب، كيف تكلوفات، كيف تموفات، كيف ست، كل مرة واخذن تيب جديد واسمائهم ما تنتا. على كل حال هما دائما في اغلب الاحيان في ليتيب. وفهم روان قال ليدروكينون، ليدروكينون ماده مبيضه في اغلب الاحيان في بطاطا باكستان اللي متخيل الخلق انهم مضرين، في شارلي وفايزه وفي كنزه وفي ديناطار راك جديده قال دالفور. لكن الزمن يبدلوا الاسم ويجي واحده جديده يتخيل الخلق انها ما كيف تصعباتها اللونين وتلايق بعضها ولا هي نفس الشيء. بالنسبه للكورتكويد مضارهم، اولا شيء دار على البشره يمشي في الدم، تخيل خالق انه داو على وجهه لا على الوجه ولا داو على ايديه لا على ايديه، هو يمشي في الدم ويزقنا في الجلد في الجسم قاعته. بالنسبه للمضار على الجلد، بالنسبه للجلد اولا لا يحوز على الجلد ويرقه، حتى جلد في ياسر من الطبقات يحوز عليه هو ويضعف ذوك الطبقات ويرققهم حتى ينعود عاد كانه طبقه واحده رقيقه. نقولوا نحن انه يعود الجلد كاع كيف البابي دي سيجاريت، كيف طاقه سيجاريتي اللي محارب سو رقيق ومحمحش، حوز على العروق ويفتحهم. عاد لهم روايه قال فازو ديلاتاسيون الوغ، يفتحوا العروق يعود ضخ الدم عليك البليده ياسر، يعودوا العروق مفتحينك هو اللي يودي الاحمرار، يحوز على الجلد من راسه ويضعف مناعته. لغني تضعف مناعة الجلد، الجلد عايشين عليه ياسر من جراثيم ما يقدروا يضروا، متعايشين هو متعايشين في اون اكيليبر، منين يعود يعمل لي كورتكويد يعود عاد هو ضعيف، يعود هما يقدروا يضروا. الله يودوا له القوب، يودوا له النفط، يودوا له الحب، يودوا له ياسر، يودوا له الحساسيه، يودوا له ياسر من الامور الاخرى. ومع طول الزمن مولي لا صقلوا في البدايه لا هي عقب الا يوجه له تاشات، يجي حروق وذوك حروق يجي عليها عقب وتاشات، وذوك تاشات كادوا انهم ما يقدروا يداوا. تلاقي الخلق عقب كي يزقد شي من الفضاء ما يوفى ياك يقدر يداويهم. ترجع لكم الناس دور الدواء ذيك الحروق. هي ترجع الناس ديال الدواء الحروق وترجع الدور لونها الاول، لونها الاصلي. وذاك اش كان اخضر كاع ما عنده مشكله، لا هي يحرق راسه وعد عاد في بقع سوداء وبقع حمراء وبقع كذا، وتقول لك انا كاع ندور الاخضر وقت لا ينفع الند، الوقايه خير من العلاج. فهمتني؟ باش غادي تخسر واعر عليها لا ترجع. لا ترجع. معناه ان رقاش ما فيها لا الوقايه بعد كاع، الخلق اللي فات وقع في هذا ينصح امناته، ينصح اخواته، ينصح الخلق اللي ما فات عدل عنه، به اللي نين يفوت نين يخلق شي ما تلاهيش. لي كورتكويد يودو هما اللي تشققات الجلد، هما اللي قالهم تبطا وتبطا هما اللي كادوا انهم يداووا، يعدوا الجلسات اللي زار الطوال والمشاكل وبالسيف ينفعوا فيه شوي وتوفوا ونقصوا. دكتوره، فم علاقه بين هذه مواد التبييض وامراض السرطانات؟ شنو هي العلاقه بيناتهم؟ بالنسبة للجل أي شيء خلق فيه وفوت فيه زمن مزمن يقد يتحول للسرطان الجل. معناه أن أي حبة فيه أي قوبة فيه أي شيء مزمن يقد يتحول على طول الزمن يعود سرطان الجل. لكن فهمتي؟ معناه أن المواد التجميلية لا هي والله ما هي المواد التجميلية كاع ما هي تجميلية، برودوي هاو لي كورتكويد ولا شيء، لا هي ضعفوا الجلد وين يضعفوه يقد كما قلت لك تجي عليه قوبة تجي عليه حبة تجي عليه كام، على طول الزمن تتحول وتعود سرطان الجلد. لكن فهمتي؟ فما اللي قالوا ليدروكينون اللي قلنا له في البطيطان، ليدروكينون يتم هو من راسه التاش اللي يجيبها بترسبه تحت الجلد، يتم هو من راسه يترسب تحت الجلد وترسب ذاك يجيب حراش فم الجلد وذاك الحراش يقد يعقب يتحول ويعود سرطان الجلد. اباك ليدروكينون هو من راسه مسرطن يجيب سرطان البنكرياس به اللي يمشي في الدم. ومحرم بيعه في كل بلاده في العالم، فر محرم بيعه ما ينباع في اوروبا وفي ذا الشيء، يكون يعياه الاطباء يعدلوا منه بريباراسيون فتره قصيره وجيزه يعودوا هما دارسينهم يشينها ما يزيدوا عليه. زين، البعض يتكلم عن المراه اللي تلحق تقريبا 25 24 30 على ان البشره تعد تحتاج
المرطبات احتاج الكريمات. ذيك المرطبات مدري كانها ضروري على ان رقاش يقيس الطبيب من اجل انه يكتبها له. والله قد يقبل كريمات مثلا يقول هو على انها كريمات صحيه، يجي الصيدليه يقبل كريمات من دون تشخيص من دون وتكاتبها له الطبيب. في اغلب الاحيان شبه رقاش لا يكتب له الطبيب، بلي الطبيب هو اللي لا يشخص نوعيه البشره، ونين يشخص نوعيه البشره يعطيها ذاك اللي محتاجه. فمن بشرات ما هي محتاجه الترطيب، بشرات الدهنيه ما يلتا ترطب، بالعكس يلتا ينطاها كريمات ينقصوا عليها الدسم، الوغ ني تزيدي لها الدسم وتزيدي لها الترطيب راك يزيد يوخر فيه الحب ويزيد يفتح مسامها، راك فهمتني؟ وبين بشرات محتاجين الترطيب، بشرات محتاجين شي ضد التجاعيد، بشرات محتاجين شي نقص الدسم، بشرات كل رقاج محتاج شي يالتو قيس الطبيب به اللي صيدلاني ما يويلو ما يقدر يشخصها، ما يقدر يشخص البشره شنبتين نورمال، هذا تابع لطبيب الجلد. شنو هي اضرار تجميل بالليزر وعمليات اللي يعدلوا بالليزر البشره؟ الليزر اولا نبقي نقول انه ما هو مسرطن، دائما الخلق عنده فكره يقول لك الليزر يجيب سرطان والليزر كذا، ما نعرف كيف الفكره منين جابوا. هي الاشياء المضره كاع نحن خايفين منها هما يعملوها اللي هما لي كوختكو يدو لي دروكين، والاشياء اللي ما هي مضرات لا هما خايفين منها. الليزر الى بركتها معها كتودى اي حاله من حالات السرطان، فهمتي؟ ويستخدم في ياسر من الامور، يستخدم القليع الشعر الزائد، خالك شي من النساء عنده شعر زائد يعود سببه هرموني، يعود سببه ما هرموني، يعود سببه لا وراثي، ويعود مزعج حتى. وعفهم جلسات من الليزر يعدلوه له نعدلوهم له يقلع الزقام نهائيا، وتوفم اللي مكاين من الليزر معدلين البشره السمراء الوغ ما يحرقوها ولا يودوا لها التهابات ولا شيء، راك فهمتي؟ نستخدموا الصياص والاستخدامات الاخرين، نعياو نقلعوا به الثالون، نعياو نقلعوا به شي من الاتشيمار، نعياو نستخدموه للتجاعيد، نعياو نستخدموه للتقشير، نستخدموه للاحمرار، عنده ياسم استخدامات حسب ذاك اللي لازم رقاج. وعلى كل حال مولي يعطوا تحت اشراف طبي، ونعود تحت اشراف طبي ما عنده اي مشكله، هي الطبيب يعرف باي حاله لا يستخدموه ذاك اللي لا هي عنده، ويعود تحت اشراف طبي. فهم حقن كيف حقن البوتوكس ضد التجاعيد، درا شنو رايك باستخدام الحقن؟ كان عندهم لي اضرار جانبيه على الجسم. بالنسبه للتجاعيد نقولوا نحن ان بالنسبه للدهاين هذا ضد التجاعيد انهم وقائيين، يعطيهم يبداوهم رقاج من 27 سنه 30 سنه سابق يجوا التجاعيد. منين تفوت يجوا التجاعيد ما تلات لا ينفع فيهم الدهين، يعود لابد لهم من الحقن، الحقن لهم الوحيدين اللي ينفعوا فيهم. الحقن فهم منهم نوعيتين، فهم اللي قالوا البوتوكس يندار التجاعيد اللي مسؤول عن عضل به اللي هو سبب شلل في العضل. فهم الحقن اللي قالوا فيلاغ، فيلاغ هو ماده قال لاسيد هيالورونيك كيف الكولاجين تنقص مع الزمن، وني تنقص معدله من الحيوانات وتندار له، تندار للاماكن اللي فيها انكسارات ولا فيها نقص في الكولاجين ولا شيء. بالنسبه ما فهم اي شيء ما عنده اضرار. قال بالنسبه يالت عود توف دايره طبيب متخصص في الامراض الجلديه زياده على التخصص في الامراض الجلديه، عود معدل التجميل الطبي، لكن التجميل الطبي هو اللي عود ملاه تاقن الدقات. مشكلتهم لا في حالتهم داروا دايره ما زينه، ولا داروا في بليده ما بلاصتهم، ولا داروا في شيء ما هم هيشي سينو يعودوا دايرهم طبيب يعرفهم شيء، ما عندهم اي مشكله، ما عندهم اي مشكله، يالت عود دايرهم طبيب متخصص. كريمات اللي ضد التجاعيد والشيخوخة البعض يقول على انها استخدامها على انه يأثر سلبا على البشرة. بالنسبة للكريمات اللي عاطي الطبيب، ما الطبيب ابدا ما هو لا يعطي شيء مضر، اي طبيب لا يعطيك لا شيء مفيد لك، راك فهمتي؟ شي فيه الضرر دور يحاول انه ما يعطي لك. نعياو نعطوا شيء من الامور وتجيب الحساسيه، ذاك ما معناها ضرر، معناها الحساسيه هذه كل شيء قدر تحسس منه، حتى المواد الطبيه. اي تعطي 100 دهينه ل 100 رقاج ما تحسوش، يك رقاج ثاني واحد تعطيها له تحس به اللي ذيك هذيك حساسيه مفرطه عند رقاج، ما معناها ان الدهينه مضره والله انها فيها برودوي والله انها فيها شيء، لا معناها انه هو في حساسيه من ماده ميك مواد ولا نقدروا نحن نعرفوها مونيفو تيجي راهو. بالنسبه لهذو المواد ضد التجاعيد كما قلت لك يعطي رقاج من 27 سنه تقريبا، سيرتو في مناخنا نحن هون الشمس فيه قويه وفيه الريح وفيه الغبره، ذاك تخلق فيه دائما الشيخوخه المبكره، وزياده على ذاك الدهين مولي وهذو البطاطا اللي عملوا الناس وعزه البياض وغير الشفر، ذاك فور يجيب الشيخوخه المبكره.
الغلطه الرجاج يبدا الدهان تقريبا من 27 سنه سابق يجيه الكمش. ما هو نحن ان الخلق حانينين يكمش وعود عاد مكمش حتى يجيك يقول لك دود هنا دهنا هيك ساعه ما تنفع تقول له الدقه يقول لك انا الدقه ما فتلحقتها عود هو قاعد دقه تخطى مرحلته هو فم زمن الدقه زمن الدهين 27 سنه 30 من 30 قاعد زياده على 30 يلا قاعد يجيك الدق زياده على كني كمش حتى على العمليه قاع ما تنفع فيه الدقه لكن فهمتي على غياته قاعد يبدا بالعجله وقائيا ولا فيه اي شيء مضر لا يجي الطبيب وشخص بشرتك ويعطيك ذاك اللي مفيد لك فلا يقدر يوخر عنك الشيخوخه شو الطريقه السليمه برايك للمحافظه على صحه البشره ونضارتها؟ بالنسبه للطريقه السليمه اهم شيء قاعد عنده غسول موافق يلصق به وجهه عن ترسبات المناخيه عن الجراثيم عن ذاكفر وعقبالك تعود عنده كريم موافقته مغذيه حسب بشرته هو كان هلا تعود لا مغذيه والله كان هلا تعود مرطبه والله كان هلا تعود فيها مواد مبيضه احنا عندنا مواد مبيضه راهم نعطوه مبيضه هذيك لا تبيض شويه رجاج على لونه مع طول الزمن بشرط يعود ما يرسم بلي نعود يرى الشمس قلت عدد هنا في الليل تجي الشمس في النهار ويسمرهم هي الشمس هذه علاش قاع نعطف شوي الشمس علاش يجيب اسمران به اللي هو الميلانين الشمس يجيب سرطان الجلد والميلانين هذا يحمي ضد سرطان الجلد الوغ منين يجبع جلد الشمس يقوم يصنع ياسر من الميلانين يصنعوا ياك يحمي راسه ضد سرطان الجلد الوغ هذه وسيله دفاع للجسم ضد سرطان الجلد ما نقدوا احنا نكبحوها ونين نحاولوا نكبحوها مولي لا محالة دوغ يا قبر قاجيجي سرطان الجلد معناها انها نعمه من عند مولان ولابد الناس اللي ساكنه في جو كيف جونا نحن لابد تعود خضراء ياك قد ما يزيد سرطان الجلد بالنسبه باغ اكزومبل تشوف الخلق اللي في استراليا ودوك اللي احتلوا المناطق الحاميه حتى المشمسه واخو اهل هذوك لي زابوريجين الهنود الاصليين واخوهم فيهم نسبه اعلى نسبه عاليه من سرطان الجلد اليوم اصلا بيض والارض ما ارضهم لكن فهمتي الارض كيفنا نحن لابد اللي يعود خض وحنا ما تلها من نعود خض مشكله خطانا اكراهات اللي يجروا اكراه سولير اللي يجروا العلايات البعض يقبضوا طبعا بدون تشخيص تجي واحده للصيدليه وتقول انا ندور اكراه لوجه البعض يقول ان درجه الحراره الموجوده عندنا احنا هون على انها ما تمشي مع ياسر منهم بالنسبه للاكران مفيد يالطو لا يندار بالنسبه للشمس لا نحن المتين هو ما فهم اكران يحمي 100% كلهم حسب نسبته يقلعوا تو في نسبه شوي حتى لو كان مكتوب عليه 100% ما يحموا ابدا 100% لا يضعفوا عن رجاش من اشعه الشمس اللي يجي لوجه يرفلتوه يرجعوا منها شفتوه ما تدخل فر وحتى هما اللي لثام هما اللي لا ينفع في ذاك الرجاج اللي عدلوا احنا اهلنا الاولين كانوا يتلثموا كان ذاك زين فيهم وبالنسبه للاكران في انواع حسب نوعيه البشره حسب كما قلت لك يعني البشره مدسمه ولا بشره جافه ولا فيها الحب ولا فيها كذا يلطي رجاج يقبل اكران حسب نوعيه بشرته ولا فيه ما فيه اي ضرر اكران فما اللي شي شايع دائما يقولوا الناس وما انا قاعدين نهيش عنهم انه منين يجروا اكران يكحلوا اكران ابدا ما يكحل دائما في اسفاري في المؤتمرات العالميه نسول الخلق المصنعين الاكراهات اللي مخترعينه يقول ما في اي ماده تكحل الشيء الوحيد اللي عدل انه يجي الشمس يرجع من هالشيء ما فيه ماده تكحل ولا يقدر يعود ابدا يكحل فهمتي قد يعود ذاك الوقت انت دايرتي تفاعله مع الشمس تحسي شويه باسمرار يقال لا ينصق الوجه يمشي ذاك دكتوره كيف يتم علاج حروق والتهابات ما بعد استخدام مواد التبييض؟ يعني ردوك شوي اللور اشر مواد التبييض يعني الناس اللي تجبر اضرار من ذيك المواد توصل مرحله معينه قلتي قبلتي على انها صعيب على انها تداوم دورك تفصلي لنا شوي بذاك الموضوع. والله الناس اللي تجي عقب لها مواد التبييض صعيب دواها بها اللي كما قلت لك بشرتها قاعد تعود بشره ما هي طبيعيه بشره ملحوسه نقولوا نحن البشره ما هي فهم ونصار عدلوا دهاينهم وعدلوا دويتهم سابق عدلهم يعدلهم ياسر من تجارب وعدلهم من تجارب على بشره طبيعيه لكن ان شاء الله ننجو من احنا على بشره ما هي طبيعيه ولا بشره ياسر من طبقاتها قاع مقلوع به الدين يعطيك قاع مفعول ثاني ما هو المفعول اللي دوري لكن انت البشره مالي اللي تعود ملتهبه وحمراء وذا الشيء ما تحمل الدو وتوف الخلق يجي عجلان كل يقول لك انا نوقف برودوي دوك تعطيني دهينه تبين هذا ما هو شيء ما هو شيء قديش قاعد لا يوقف برودوي لا نعطوه دهاين قالوا مرممين لا دهاين يعاونوا البشره على تنبت هي البشره من معطى مولانا انها تنبت
انه كل الطبقات اللي قلعها هو نقدو ينبتوا من جديد. الله غلا ينعاونوها على انها تنبت وترجع لحالتها الطبيعيه. نتفتني ترجع لحالتها الطبيعيه نبداو لها مرحله العلاج. مرحله العلاج العدو فهم تشات نحاولوا نعالجهم على ناس ومن امور العلاج فهم الدهاي فهم التقشير السطحي التقشير العميق ما نقدو نعدلوه في الشمس المتينه. فم إبر النضارة فيتامينات يبيضوا ويصوق له شي نجوم فتاشية من راسهم فم دار مابين شي من المكاين فم ياسم الأمور نعدلوا متاشات ونخلطوهم يا كان نقدروا راو مفعول فم اللي بالنسبة للعروق المتفتحة نعدلوا لهم الليزر معناه أنه لا يعود دواء لمدة طويلة لابد مولاه يعود صابر شوي وزيادة على ذاك مولي رجاج فوتشي جير الدهاين التبيض فوتشي كابح ميلانين الوغ نيني وقف داين ميلانين كان مكبوح لا يقوم لا نقولوا نحن كيف تقاش كان محبوس لا يقوم بدل من انه لا يرجع لحالته الطبيعيه بالعكس لا يعدل اكثر من حالته الطبيعيه به اللي كان محكوم ولا يعدل ياس ميلان الوغ لا يرجع رقاش كحل من حالته الاول قال لك نين يصبر ومع الوقت ومع الدهاين يعقب نحاول نرجع لحالته الاول قاعد افوت لا بدل من الصبر والخلق دائما عجلان كاين مشكل عجلان عن ذاك أيتو تنصحوا مثلا حد من المرضى اللي يجيكم بهذه الاعشاب الطبيعيه كي الحنه كي ذيك الامور بالنسبه للاعشاب هون شي مخلق يعدل الاعشاب شخصيا ما ننصح به لاحظت ان هذوك الاعشاب فيهم مواد مبيض جينا الخلق دايرهم ومحروق والخلق دايرهم ذوك راعوا بشرته وعملت قد ظهر لي ان هما اللي يخلطوا معاهم وحدين هون يخلطوا اعشاب يقول لك هاي مواد اعشاب يخلطوا معاهم قد باللي يعرفون الناس يدوروا لا تبيض والتبيض ما يقدر يعدلوا ما هو ماده فيه كوخت كويت والله اللي تخوكين لكن فهمت على غير شيء اي شيء بعد كاع مخلط ننصح بدنا ركاش ميك اب بالنسبه للحنه الحنه ماده طبيعيه الشيء الوحيد اللي شايفين نحن عليها انها جيابه الحساسيه غنيه بماده قال البارابين البارابين دائما اغلب الامور تشوفها سان بارابين به اللي ماده جيابه الحساسيه بارابين لكن فهمت على غير هو اللي دائما خايفين نحن منه وشايفين عليها ان ركاش يتحسس منها نتكلم شوي عن تاثير هذه مواد التبييض على الاعضاء الجسم الاخرى دري كان عندها تاثير عليها والله مواد التبييض كما قلت لكم انها تمشي في الدم انا دائما نقول للخلق ان هذه البقع وهذا تشات وهذا التبطاط اللي يشوفوا ذا الشيء انه ذا اللي قدامي يشوفوا انا ما يشوفوا ذاك اللي يتعدل في الاعضاء الاخرين هما ما يشوفوا هذو لي كورتش كويد هرمون هرمون اصلا تفرز غده فوق الكلي قالها لا سيرينال فهمت منين انتم نحن نديروا دهين ديك الغده توقف شقلتها ومنين توقف شقلتها اسمه فهم ياسم تراكمات خلي هو الهرمونات هذو ماشيين من الدماغ وياخذوا على الغده هذه وياخذوا على هرمونات النساء وياخذوا على ذاك فرداك فهمتي ونين يبلوكي واحد منهم تحت يرجع ذاك فيدباك نقول نحن على سيستم الهرمونات فور الو لا خسر الهرمونات تامي الو لا يخسروا الهرمونات النسائيه كل بهم تجبري عندهم اضطرابات في الدوره وتجبريهم ممكن يجبروا التركه عندهم مشكله في الحمل دائما الحمل وتجبريهم دائما الحمل يطيح ذاك لا من ذاك وتجبريهم تعيطوا عندهم مشاكل نفسيه به اللي الغده اللي في الدماغ النخاعيه ذاك اللي تفرز واللي تاثر بها يعود رقاش عنده ديبرسيون عنده قلق نفسي عنده اكتئاب وفهم كاع حتى بسيكوز دو كورتيكويد بسيكوز معناها جنون تام به لا لي كورتيكويد ذاك ما هي يعنتر في الطب بعد كاع وفهم مولي ذاك اللي يعود رقاش مولي لا بد لهم منه بلي لو كورتيكويد هاي يساعد على سيكريسيون دو 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 لادرينالين لادرينالين هرمون كورتيكويد كاع قالوا هرمون ستريس ذاك ستريس نوع من التحفيز كيف اللي تعدل السكاريت على وعد مولاه كانه ني تم جي كورتيكويد تم دائما متحفز هو دائما نشيط ودائما كذا ونين ما يجي يعود لا بدالو منه معناه انه هو كاد انه ادمان ادمان يخلق فهم ادمان ذاك هو اللي نقول الخلق نيت لا يوقفون احنا مراسنا نعطوا كورتيكويد في الدواء نعطوه في ادويه الحساسيه في ادويه باش نبداو نكبحوا به المناعه ونين تلاو نوقفوا لا بتدريج لك فهمتي بالتدريج ياك ذيك الغده اللي وقفت شقلتها هو ما لا بدالو منهم منين وقف عنها بالتدريج تبدا تشتغل من جديد لما ذاك منين وقفوه مره واحده وهي ما بدات تشتغل قد يقاج يجي قال له روايه انسفيزون سيرينالين سير اجي وقد يموت ذاك الوقت تطيح طونسيون هو يموت معناه انه يبدا وقف تدريج تما قاعد يجي نهار على اثنين ونهار على ثلاثه ونهار على اربعه ها بالنسبه للهرمونات بالنسبه للسال الاخرين يطلع السكر في الدم ويطلع طونسيون
في الدم وعد الياس من امره يجيب سرطانات كما قلنا ويجيب لا لو كاع الجلد اللي راعي فيه في جسمه يعرف انه خلق منه ياسر نقر جسمه ما يراعي ما يراعي واذا قاعد عاد كاع مولاه لا بياض بياض الزين ما وصاوي فلا هو ابدا مولاه بياض لا لا يخسر لونه العاد بياض لا يتاشي ويخسر لونه العاد اخضر لا لا يخسر لونه فهمت زين فما نتكلم شوي عن حب الشباب من رأيك كانوا ملي هذه مواد التبييض عندها تاثير على الناس اللي تعاني من حب الشباب والله لي كورتيكويدها وقي محب الشباب فما تاع نوع من تاجن قال لاكني كورتيزونيك تاج مودي ما كيف التاج الاخر تاج كبير وكمتين هذاك فهمتي ولي دروكينو لبطط قي محب الشباب وقي مولي بوان نوار شكش من خاقه لا بوان نوار بوان نوار بوان نوار ذاك بوان نوار اللي عقب ملي يخاض يعود الحب وقع ما وحب شباب اللي سببه ما هو الشباب سببه انه محفز قاع ما تقولوا ماد جابته فهمتي وذاك الحب مشكلته انه يبرا لا يخلي بل لا يخلي اثار سواء وقع سوداء تاعي قاع تداوى قاع مع طول الزمن سواء تصل ندبات اللي هو تقعار كاد انه ما خالك يداوي عنده جلسات من اللي زار نعدلوه له ينقصون قلنا احنا نقدروا ينقصوا ب 50% والله ذاك لا بدا مولي من قدر من جلسات وجلسات صعيبين لا بدا لهم عود ما يرى الشمس وذاك الشيء يا كي تنقص عنه ب 50 يعود ب 70 يا تعود نتيجه زينه قال بعد لا بدا لا عاد لقاش دواء صعيب ومتين واعر وذا الشيء في الروايه كان يعني يسلك من هكا زين دكتوره نتحول شوي شور موضوع هون مهم عند الناس كامله طبعا اللي تشاهد هذا البرنامج هو بلونداج اللي يعدلوا به الحواج العليات تقريبا يا تعدلها واحده مرتين للشهر ثلاث مرات للشهر درا كان عنده تاثير ما زاد هو على الجسم والله بلونداج لو اكسجيني مشكلته التاثير وما ولا على الزقبة واحد ما نصفر الزقبة واحد منين ندار على الجلد يقلع الجلد الفوقانيه شو الخلق كاع يتبيض فيه يجي بلونداج على جلده به اللي يقلع الطبقه الفوقانيه من الجلد وديك الطبقه مهمه وكما قلنا تحمي جلد ضد ياسر من الامور زياده على ذاك يعني يعود الجلد فيه جروحه والله فيه شيء ويدخل هو تحت الجسم ونين يدخل تحت الجسم يعني يوجه حساسيات احنا دائما يجون الخلق اللي عينيه وارمين ويورم وشفر يوجه له حساسيه والحساسيه شيء صعيب به اللي تاعي قاعد توجه بحياته كاع جبلي الحساسيه تاعي تقلق التنفس ويموت كاع مولاها فيه فهمت الوغ رجاج قطوه دالو ذاك الورم ما عليت لي رجال بلي ذاك الورم دار مره اخرى قد كاع يمشي به وننصحه وزياده على انه يطيح زغب خلق اللي يجيو دائما يبقى بلا حواجب يطيح زقبو حتى ما نقدو ننصحو الخلق به قا بعدين يعود لابد منه قد جعد له مره نادره بعد كل 3 شهور ولا 4 شهور ولا هيك شيء ياك بعد ياك ما يوجي له ذاك الشيء بالنسبه مالي البلونداج اللي يبيض به الجلد محرم به اللي يحرق الجلد ويقلع الطبقه الميته الفوقانيه ويمشي في الدم مالي وخطير هو مالي بالنسبة لتساقط الشعر اللي دور تعود لاحظتوا لأنه في السنوات التالية عادي ياسر ندرى شن هي أكثر الأسباب اللي تسبب تساقط الشعر تساقط الشعر أسبابه تعيد تعود هرمونية المشكلة الهرمونية عايدة توخى الشعر في الجسم وتسقطه من الرأس فهمت لو لابد أن يجي نقاش الشخص ولا تعود عنده مشكلة هرمونية يعود وراثية الوراثية قاع ما ينفع فيها الشيء لابد لها من زرع الشعر يعني يعود نقص في الفيتامينات وكي نعدلوا فحوصات شوفي كان فم نقص فيتامينات ويعودوا مالي ونسبوا عوامل خارجيه كيف السباقه كيف البلونداج كيف الدفريزاج كيغاتين شي فلي ندير الراس ياغريسي الراس ويعود يطيحهم الوغ فم ياسم العلاج حسب السبب شنو هو نعطوه الفيتامينات نعطوه هذا فم قدر من العلاجات الموضعيه الفيتامينات اللي نشربوا فما لي بلاسما ينقال بلاسما دقات ندقوهم في الراس ينبتوا الشعر فما دقات فيتامينات ينبتوا الشعر ملي نداروا في الراس فما ياسهم الامور اللي فما يحفز حتى فما التحفيز ملي بالليزر الشعر كيراتين تاثيره على الشعر خاصه على انه يعطي 6 اشهر تقريبا ما مرق ترى شنو هي تاثيراته على الشعر بالنسبه للكيراتين هي كيراتين اصلا ماده وتوف ماده بروتين هي مراسه اصلا هي وحدها ما تخسرش لكن فهمتي تاعي قاعد تعود في شامبوان ولا في دهين ولا شي تعود كاع مفيده قال المشكله اني تعود في التريتمون ديال الكيراتين انها تندار معها ماده قال فورمول ياك تلصقو وياك ملي يلصق يجي يقول ياسر من الحمال لكن الحمال يقتل الزقبة لو سوشوار يقتل الزقبة ويأغريسيها ويطيحها لكن فهمتي معناها انه دائما يجي ناس من الخلق مطيح راسه نبداو بالعلاج قال لا يداوم اللي مره خايجه مره اخرى يطيح مره
مشكلة مانا مشكلة ان هذا العلاج اللي تعقبه يرجع على قاش هذه الروايات كاملة صعيب. اذا نانا شكرك مره ثانيه. تفضلي. فمما اللي روايه يسبوها المواد المبيضه اللي ما تكلمنا عنها هي الشعر الزايد. قبل كنا نقول الشعر الزايد انه عدلوا الليزر الشعر الكورتكويد يسبوا الشعر. لاحظنا العلايات عاد ياسر فيهم الشعر الزايد ياسر فيهم عندهم الحايه كيف الحايه الرجال. فهم الشيء الهرموني قلت لك وفهم الشيء الوراثي يلقى فهم مالين الدهاين يسبوا ذاك الشعر الزايد اللي مشكله ودواها مشكله. فهمتي على نختار وتوف ننبه على ذاك مالي وتوف الدهاين يسبوا ذاك فر بريسك ما خالقه دهينه حاركه في السوق ما فيها برودو. يا دكتوره طبعا فهم روايه في قضيه الدهاين على ان دائما الدهاين اللي يكتبوا اطباء الجلد احيانا تعود اسعارهم مرتفعه تعود ما هي متناول للجميع. بينما هذه الدهاين الاخرى هي متناول للجميع. ترى هذيك المشكله تنطرح ياسر من الناس اللي ما عندها القدره على الذهاب لطبيب اخصائي جلد لاقتناء ذيك الادويه اللي واعره حتى باش تنصحيهم. حق ان الدهاين تجميليه تاعي تعود واعر شوي يمكن مواد كوسمتيك ما هي مواد طبيه. فهم من هالشيء ما كانت للوعر. طبيب الجلد قد قاجة لا يشوف اي وقت بي موجود في الاطباب العموميه. اطباء الجلد فور موجودين في الاطباب العموميه كونسلتاسيون عندهم رخيصه وقد قاجيهم يعطوه ذاك اللي دو. بالنسبه للمواد بجيله فهم مواد ما هي واعره طبيب يعرف هاني نجي دور يحاول انه يكتبها لك. فهمتي على كل حال هاو المواد الاخرى اللي هوينه من معرض ضررها انها هوينه. فهمتي المواد الجيده دائما تعود واعره شوي. هذه مواد مضره وزياده عليها تعود في الشمس وتنباع في المرصى وزيد ذاك في الريشه شبه رقاش بعد كاع ما قاعد يشيش شبه يطير راسه العافي ما يدهن بشي كاع شبه فيه يتم يتلثم عن الشمس ويسقى الوجه بصابون البار ويعطي راسه العافيه يعود ما قاعد يشرش شبه فيه. حتى من يديرها والدهاين متخيل انهم صحيين ولا انهم لا يصقلوا ولا انهم لا يهش يتلثم عن الشمس ويسترى. البعض يقول على ان شامبوهات فيهم وحدين لويل الراس لهم فيهم وحدين زاد اللي هما فيهم ماده ولا خاض بهم بيان على ان فيهم مواد مسرطنه فيه مواد ما يلا شنو هي من دراي شنو هما ذوك شامبوهات اللي محرم الاستخدامهم لازم اذا كان عندك معلومات عنه. فما ياسر من المواد التجميليه واخذ بهم منهم مواد فيهم مواد مسرطنه ما هم كاع شامبوهات وحدهم فهم في استيكات البيطان فهم في شيء من الدهاين. دائما الشركه يعني تشوف ان فهم مشكله في الدهينه دائما تسحبها من السوق في اغلب الاحيان. في اغلب الاحيان نحن نحاولوا نكتبوا لها مواد يعودوا ما فيهم شك انهم فيهم مشكله. شكرا جزيلا الدكتوره السالمه من تحيا اخصائيه الامراض الجلديه والجنسيه والتجميل الطبي والليزر. شكرا جزيلا على شكرا المعلومة. لكم مشاهدينا بهذا نصل الى ختام هذه الحلقه من برنامج صحتك. الى نلتقي في حلقه قادمه في امان الله.